جهد دؤوب وعمل متفان تقوم به القنصلية الليبية في اسطنبول لخدمة رعاياها. وفي إجراءات جديدة قامت وزارتي الخارجية والداخلية الليبية بالتعاون مع مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب بإصدار القرار 59 القاضي بإنشاء مراكز لاستصدار الجوازات لرعاياها خارج البلاد. تم افتتاح اليوم قسم الجوازات بالقنصلية الليبية اسطنبول بناء على قرار وزارة الخارجية ووزارة الداخلية بالتعاون مع مصلحة الجوازات والجنسية في ليبيا، والحمد لله تمكننا اليوم بتجهيز هذا القسم بالمنظومة اللازمة لإصدار الجوازات في تركيا. تقدم القنصلية لرعاياها استصدار جوازات السفر، إصدار بدل منتهي الصلاحية، إصدار بدل تالف، إصدار بدل مفقود، إصدار بدل منتهي الصفحات. يقوم المواطن الليبي بملء استمارة في الموقع الإلكتروني الرسمي للقنصلية وإرسالها ضمن الشروط المتاحة، ثم يتم منح المواطن موعدا للحضور إلى القنصلية. كما توجه القنصلية الليبية في ولاية اسطنبول رعاياها باصطحاب الوثائق الرسمية الصحيحة أثناء الحضور للقنصلية والالتزام بشروط التقديم وفق الخدمات المدرجة بالموقع الإلكتروني الرسمي للقنصلية. وفي الختام نحب نشكر كل من ساهم معنا في تخفيف وتدليل الصعاب على خدمات الجالية الليبية بإسطنبول، كل مؤسسات الدولة الليبية بما فيها وزارة الخارجية والداخلية ومصلحة الجوازات والجنسية، وسعيهم معنا ليل النهار حتى تمكننا من افتتاح هذا القسم لتقديم وتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بجوازات السفر.